بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مساهمة شعرية مني أنا أخوكم الطاهر تليش المبعد قصرا عن أرضه وأهله تونس وشعبها المقهور. إلى كل الأحرار أشد على أيديهم وأقول سيدي بوزيد. في عاشوراء يوم 11 ليلة الثورة هل الالفين وعشرة ما وفاش الباطل عند جل سيدي بوزيد المراشد خبر بهد وال ضواها مداين وحراشة وفرحت به الكل جوا علي الحرية عطاش الشاي ما عند مثل حرف البر ما مهناش وملك بسان غزل عالبطل الطق حراش العيشة والذل اللي ما تفرش ما تغطاش وحتى ريش انسل حافي وتلدق فيه احنا شي دقق فيه السل دمر الفارة والمنقاش وحتى الصبر اكمل زوالي وما عنده باش ودار الدين وحل لا عز لا عنده معاش الخرطة فاحصل جرح ينزف ما يبراش وما تخلص للتل جو مغيم ما صفاش وقدامه ما يدل يغلي يندب القرداش وجات الجلطة انشل هزيل وتنطح فيها كباش وتدهس فيه عجل يمشي هايم ما تهناش وشايل فوق جبل بدا عند عصب ومغشاش وصابر صبر البل راس مالا برويطة وباش وباسكولا ورطل ظليلة وكردونا فراش وبطاطا وبصل لا فهاتو تو ماش ماشو لا غالي الغلل وباقي هالمجرم مرضاشو يرضل عند عقل بعث للشرط ما تسواشو قالوا لا ترحل وكبوا الخضرة وصار كباشو سبوا عز وجل مشى للوالي ما قبلاش وباب عليه قفل كذبوا قالوا لا ما هواش وهي ترسهل دزوه البر الشواش يحسبوها خمل فاضي الكاس وما حملاش وكان معبي فل زاد الجن وعقله طاش وعنده حقه بل وقيده عنده حاضر باش وصب الغاز شعل كمل عمره في الانعاش وملك الموت طل مصلوخ مكف بالشاش وتم نهار وصل تصور كان عندك لاش ومخزن به ثقل